إذن رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. الطبق طبعا اليوم هو سلطة تونسية. بالنسبة لمكونات الطبق عندنا مخلل الخيار، راح نستخدم قطعتين طماطة، باذنجان قطعة واحدة مقلية، بطاطا قطعة واحدة مقلية، فلفل أخضر قطعة واحدة، راح نستخدم بصل مع هذا الطبق. طبعا بالنسبة للتوابل راح نضيف الليمون والسماق والملح والكمون وزيت الزيتون. طبعا بالنسبة للمعدنوس شيء ضروري مع هذا الطبق، راح يتقطع ناعم ما راح يتقطع نفس تقطيع. يعني هاي تخيلت تدري بوتيتة طلع باذنجان. اي هاي بوتيتة بصراحة. لا انا اليوم عندي واحد يقدر يحل الخلاف اللي بيننا بين الفلفل الاخضر والاصفر. من هو؟ فيصل. والله عن الشقة هو الوحيد اللي يقدر يحل الخلاف بين الفلفل الأخضر والأصفر. بس فيصل ما يعرف زين بالأكل. لا 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 درجة أولى طبق درجة أولى أخذها مني. شوف يعني اليوم سويت بصل. نعم البصل هذا راح نسوي ضروري يعني بهاي السلطة. نعم هو شكل راح ينطي وطعم طيب مع هاي السلطة. راح نسوي هسه انت بعدك مصر انه الفلفل الأخضر نفس طعم الفلفل الأصفر؟ أنا ما قلت لك نفس الطعم 100%. ها قلت لك طعمه ما يعني اكو ناس تعرف تطلع الطعم واكو ناس ما تعرف يعني لانه هي الدرجه مقاربه جدا. بس الفلفل الحار والفلفل وايد قالوا لي نفس الطعم يعني مو بس انت. مو انا ايش دا اقول لك هو نفس الطعم. انا اقول لك نفس الطعم هو ناس تشوفه نفس الطعم بس انت ممكن يعني تحس بهذا الطعم البسيط وهذا الطعم البسيط يعني هو لا يعني مو فت مثلا جزاني ذواق بالاكل فعلا انا عندي ذواق. جوز انت راحت موضوع الفلفل يعني تحب انت الفلفل لا بس لا تقول لي الاصفر طعمه نفس الاخضر مستحيل. شوف بالنهايه اذا اصفر او اخضر او احمر هو بالنهايه شو اسمه؟ فلفل. المبدا واحد. لا 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 ابد هذه عندي اقتناع تام بهالموضوع انا. بالنسبه للبصل طبعا اول شيء نقطع البصل نخليه ويا السماق ويبقى بوحده. راح نضيف ثاني شيء البطاطا طبعا. طبعا البطاطا مقليه طبعا هاي الزلاطه اكلناها بتونس. نعم هي سلطه تونسيه معروفه هاي. هذا الباذنجان راح نقطع الطماطه والمخلل الخيار. طبعا هذا مخلل الخيار يدخل بهوايه انواع من السلطه لانه هو يعني طعمه جدا طيب يصير مع السلطه. بالنسبة للتقطيع السلطة يبقى حسب الرغبة شلون ما تحب تقدر تقطعها ممكن ناعمة ممكن خشنة يعني مو فت مشكلة. بس يبقى المعدنوس شكله راح لازم يكون ناعم لأنه هو أساس شيء أساسي بهذا الطبق. يعني معدنوس أساسي ما نقدر نستعيض عنه بالكرفس مثلا. انتبهي تركز عليه. هو المعدنوس ينطي طعم طيب مع هاي السلطة. كل السلطات يركز عليه المعدنوس. هسه يطلع لك كرفس كان مركز مو المعدنوس. يمكن كنت مركز على المعدنوس لا على الكرفس. بشنو؟ باقي السلطات بالحلقات السابقة. هو المعدن اكثر شيء معدنوس يطب بالسلطات. الكرفس يطب يعني ممكن يطب الطرشي ممكن الكرفس ممكن يطب الطرشي ممكن مع الشوربه اكو بعض انواع الشوربه يعني يحطوا له شو اسمه هذا المعدنوس لو الكرفس. شنو هو التبسي مع الباذنجان؟ طب الكرفس بالنسبه للطبخ 90% يطب الكرفس. اذا حتى اكو ناس بالكبه تخليه اكو ناس بالبيتات تشاب تخليه. الكرفس يطب الطبخ اكثر شيء والمعدنوس يطب السلطات. الطرش هذا جاهز لو شغل ايدك؟ لا هذا الطرش جاهز. عبالي هذا ابو ثلاث ايام لا ما يختفي وينه ما وعدنا به. اي سي مو انت اكلت بعد شو تريد؟ اي اكلت شوي يعني بالجو قطعتين اي بالجو اي بالجو ورا ما خلص برنامج مو اكلت السلطه؟ ابوك انت شنو كنا مسويين سلطه مو اكلتها؟ والله عمي لو نسيت انا مو نسيت انا نساي. هاي الشغلات تنساها بسرعه. اي عمي هاي الشغلات هي هاي مشكلتي. يا بسولف للجمهور عمادي خلي يعرفون المكونات طبعا الأطباق. بالنسبه لهذا الطبق مثل ما قلنا لكم هاي سلطه تونسيه نخلي وياها بطاطا واحده مقليه باذنجان واحد طبعا مقليه راح نخلي مخلل الخيار وطماطه وراح نقطع فلفل قطعه واحده بالنسبه وطبعا بصل بالسماق راح نضيف وياها ويبقى المعدنوس راح نسويه ناعم. طبعا بعد ما نخلي المعدنوس راح يجي وقت التوابل. طبعا بالنسبه للتوابل مثل ما قلنا اول شيء ضفنا السماق مع البصل وراح نضيف الكمون والملح وزيت الزيتون. حلو يعني طريقه جدا سهله ما بيها صعوبه وهاي السلطه جدا طيبه يعني حلو. اللي يجربها ما راح يخسر
سلطة جدا طيبة. يعني أكلها اليوم أنا وأنت محمد؟ والله على أساس بس أنا أقول لك هو الحلو بالسلطات إنه تصير بوقت قياسي قصير. هاي دائما أنا أشوفها الجو الحار مال سلطات مو مال أكل دسم. إيه والله إيه. بس أنا أقول لك نص طلي على صينية هم يعني الصيف شتى يصلح. ما أدري بس أنا أشوف درجات حرارة عالية سلطات أشياء باردة. والله حتى الدجاج يدخل فيها يعني باردة. والله إحنا العراقي ما أكل لا حر ولا برد. والله لا حر ولا برد. إيش وقت ما يجي. أي والله. الصوب وعلى صيني يجيك عماد وياها. أنا أقول لك عاد وياها هاي الزلاطة سويها ويا النص طلي. نص طلي بس ما مبين عليك محمد تأكل. والله لا أنا ما أكل أنا عندي دام متبع حمية غذائية ونظام غذائي معين. ما أعرف بس أنا اللي أعرف عنك تأكل هواية. محمد هو اذا مو حسب العشاء ما اكل والله محمد اذا النص اللي موجود منه يبوع على السلطه طبعا بس لا والله انا اقول لك الزلاطه رئيسي شيء رئيسي بس من يصير وقت ال بس عماد هاي السلطه اللي سويتها بما انه بيها بطاطا وبيها باذنجان وهاي ترهم ويا كل الاكل مثلا ويا الغداء ويا العشاء بالنسبه للبطاطا والباذنجان يرهم مع اي اكل اذا كان غداء واذا كان عشاء واذا كان حتى ريوق بس السلطه ما تنكل يعني وقت الريوق بس وقت الغداء ليش وقت العشاء ليش ناكل وقت الريوق بالعكس يعني خضار زين الصبح يعني الناس ما عندهم وهس يقومون من الصبح يسوون سلطه وهاي ما اعرف انا اشوف يعني مثلا يعني الطماطه والفلفل ممكن واحد ياكله الصبح بس ما يحط وياه ليمون وهيك ثرمه حلقات كبار وملح ممكن زهراء بس المشكله شنو المشكله هم وقت الغداء ويا ناس تعجز صحيا احنا نحكي صحيا نعوفه ونخلي نقطع خيار وطماطه وهذا يعني تريدين بعد الصبح يعني شويه صعبه تصير بس انا اشوف يعني الخضره دائما يعني ضروريه صبح وظهر وليل نعم هو الاكل العفو حسب يعني الشخص يعني اكو اشخاص يتفننون بالاكل بطبخ الاكل اكو اشخاص لا مو مشكله اي شيء يمشي الحال وهاي سلطه عجبتنا اليوم انا عجبني شكلها والله عماد دائما عنده اختيار ما. شكل الزلاطه يختاره بعنايه والله نعم وهي الالوان ايضا تتاثر بهذا بالنسبه للطبخ حلو من تكون طباخ يعني مو بس الطعم انت لازم تختار الطعم يعني تسوي طعم زين بالاكل وتسوي الالوان تكون تتجانس يكون تكون الاكله يطلع شكلها جميل شلون هسه احنا سوينا سلطه مثلا على سبيل المثال مثل هاي سلطه وما اضفنا الوان بها هوايه ممكن راح تكون طيبه بس شكلها ما راح يكون طيب يعني ما راح يكون جميل يعني هسه الشكل ما عاجبك لا بل عاجبني اقول لك اذا سويت مثل هاي سلطه مثلا شلت لونين ثلاثه من عندها شكلها ما راح يطلع حلو صحيح عرفت شو طيب عماد اريد اسالك سؤال شوي بعيد عن موضوع السلطه انت الطبخ عندك هوايه لو شنو نعم هوايه نعم انا يعني واني صغير احب هاي الشغله و ومارستها واني صغير والحمد لله والشكر كبرت عليها يعني بس على فكره انه انا دائما اشوف الشيف يكون شويه سمين بس انت مو سمين يعني ليش انا شيء عزلي لا مو سمين بالعكس بس يعني هي هوايه عندك كانت صدق الطبخ نفس نعم يقولون نفس ناس تقول ما يصير اني اقول بالنسبه لي غير عندي الطبخ مليون بالمية نفس منو؟ أنا إذا أنت تسوي مشاوي طيب على ما أعتقد إيه أنا أقول لك إذا أنا ضايج وأشوي الأكل طعمه يختلف عن ما أنا مرتاح ومبتسم والخطار من جاني مثلا أحبهم وفرحان حيطلع الأكل طيب يعني من أنا ضايج من عندهم لا والله تعذريني تريد تورطك حتى تعزمها إيه بو لا أخليها تريدين نفس طيبة غير يعني هسه اللي حتعزمهم من اصدقائك اذا شافوهم طيب حتعرف انه انت ما حابهم اكيد لا بس هم انا كل اللي يجوني لا والله يعني اسالي اذا ارجع اقول لك اسالي وراي يعني بالاكل بالشو ليش تخاف من اقول لك اسال انمار العاني مو انمار العاني عنده دائما يعني مو ياي حيادي استهدافك خلصت السلطه عماد السلطه كملت وصارت جاهزه طبعا سلطه تونسيه ممكن نذكر بال مكونات طبعا بالنسبه للمكونات خلينا طماطه قطعتين خلينا فلفل اخضر ليمون قطعه واحده بصل قطعه واحده ضفنا البطاطا والباذنجان ضفنا المعدنوس وبالنسبه للتوابل ضفنا الكمون والسماق والملح واخر شيء زيت الزيتون طبعا والحامض ايضا معتبر من التوابل ضفنا قطعه واحده حامض وهذا الطبق صار جاهز طبعا عاشت ايديك يا عماد خلص ضمننا اياه وطبعا فقره الطبخ تخلص وياك دائما بسرعه بس اليوم ما راح نختمها ويا عماد لانه عندنا تقرير مو احنا كنا ويا جواد يوم ويا عماد اليوم نختمها بس انا وياك بالضبط اليوم خلينا اليوم باكر بس انا وياك نختم طبعا انتهت فقره الطبخ ويا عماد وعاشت ايديه واتمنى انه طبقتوا التعليم